بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان العلم، سواء كان مكان العلم مسجدا أو مدرسة أو كلية أو غير ذلك. ومن ذلك أيضا الرحلة في طلب العلم، أن يرتحل الإنسان من بلده إلى بلد آخر يلتمس العلم، فهذا سلك طريقا يلتمس فيه علما. وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد مسيرة شهر تام على الرواحل على الإبل، سار من بلد إلى بلد مسيرة شهر من أجل حديث واحد رواه عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الثاني فهو الطريق المعنوي، وهو أن يلتمس العلم من أفواه العلماء ومن بطون الكتب، فالذي يراجع الكتب للعثور على حكم مسألة شرعية وإن كان جالساً على كرسيه فإنه قد سلك طريقاً يلتمس فيه علماً. ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه فإنه قد سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ولو كان جالساً. فسلوك الطريق ينقسم كما سمعتم إلى قسمين: قسم يراد به الطريق الذي تقرعه الأقدام، والثاني يراد به الطريق الذي يتوصل به إلى العلم وإن كان جالساً. من سلك هذا الطريق سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما أنزل الله، تعرف به شريعة الله، تعرف به أوامر الله، تعرف به نواهي الله، فتستدل به على الطريق الذي يرضي الله عز وجل ويوصلك إلى الجنة. وكلما ازددت حرصاً في سلوك الطرق الموصلة إلى العلم ازددت طرقاً توصلك إلى الجنة. وفي هذا الحديث من الترغيب في طلب العلم ما لا يخفى على أحد، فينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة، ولا سيما الشاب الذي يحفظ سريعاً ويمكث في ذهنه ما حفظه، ينبغي له أن يبادر الوقت، يبادر العمر قبل أن يأتيه ما يشغله عن ذلك. أما الحديث الثاني فهو أيضاً عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا إلى هدى فله أجر من اتبع، يعني إلى يوم القيامة. من دعا إلى هدى يعني علم الناس، فإن الداعي إلى الهدى هو الذي يعلم الناس ويبين لهم الحق ويرشدهم إليه، فهذا له مثل أجر من فعله. مثلاً دللت إنساناً على أنه ينبغي أن يوتر، يجعل آخر صلاته في الليل وتراً، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. وحثثت على الوتر ورغبت فيه فأوتر أحد من الناس بناء على كلامك وعلى توجيهك، فلك مثل أجره، لك مثل أجره. علم بذلك آخر منك أو من الذي علمته أنت، فلك مثل أجره. وإن تسلسلوا إلى يوم القيامة. وفي هذا دليل على كثرة أجور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه دل الأمة على الهدى، فكل من عمل من هذه الأمة بهدى فللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل أجر، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الأجر تام للفاعل والدال. وإذا تبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أجر ما عملته أمته، تبين بذلك خطأ من
يهدي ثواب العبادة لله للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مثل بعض الناس اجتهد وصار يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل ثوابها للرسول، يقرأ قرآنا يقول اللهم اجعل ثواب للرسول، هذا غلط. وأول ما حدث هذا في القرن الرابع الهجري، يعني في بعد 300 سنة من موت الرسول، استحسن بعض العلماء أن يفعل هذا، قال أنا كما أهدي لأبي وأمي صدقة أو صلاة أو ذكر أهديه للرسول عليه الصلاة والسلام. نقول هذا خطأ غلط، سفه في التصور وضلال في الدين. كيف نسأله؟ نقول هل أنت أعظم حبا للرسول من أبي بكر؟ سيقول لا. أعظم من عمر؟ لا. أعظم من عثمان؟ لا. أعظم من علي؟ لا. أعظم من ابن عباس، ابن مسعود، الصحابة؟ لا. هل أحد منهم أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام عملا صالحا؟ أبدا. وكذلك التابعون والأئمة، الإمام أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، ما فعلوا هذا. ما الذي أطلعك على شيء لم يعلموا به أو لم يعملوا به؟ من أنت؟ فهو خطأ في التصور، ضلال في الدين، لأن أي عمل تعمله ولو كان ثوابه لك فللرسول صلى الله عليه وسلم مثله، لو ما قلت شيء وإن لم تقل شيئا، أي عمل لو صلي ركعتين أجره لك وللرسول مثلك من غير أن ينقص من أجلك شيئا. إذن ما الفائدة؟ لا يعني إهداءك القرب للرسول إلا أنك حرمت نفسك من الأجر فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام له مثل أجرك سواء أهديت له أم لم تهدي، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فلا حاجة. إذن نأخذ من هذا الحديث فضيلة العلم، لأن العلم به الدلالة على الهدى والحث على التقوى، فالعلم أفضل بكثير من المال، حتى لو تصدق الإنسان بأموال عظيمة طائلة فالعلم ونشر العلم أفضل. وأضرب لكم مثلاً الآن، في عهد أبي هريرة خلفاء ملوك ملك الدنيا، وفي عهد الإمام أحمد أغنياء ملكوا أموال عظيمة وتصدقوا وأوقفوا، في عهد من بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وناس أغنياء تصدقوا وأنفقوا وأوقفوا، أين ذهبت؟ أين ذهب ما أنفقوه؟ أين ذهب ما وقفوه؟ راح، لا يوجد له أثر الآن. لكن أحاديث أبي هريرة تتلى في كل وقت ليلا ونهارا ويأتيه أجرها. الأئمة أيضا علمهم وفقههم منشور بين الأمة يأتيهم أجر، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء ماتوا لكن ذكرهم حي باق، يعلمون الناس وهم في قبورهم، ينالهم الأجر وهم في قبورهم، وهذا يدل على أن العلم أفضل بكثير من المال.